جولة جديدة ما تبقى نطوف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. روسيا تسابق إيران لكسب ولاء مؤسساتها الرسمية، إعادة الهيكلة تتغلغل في عمق الجيش والإدارات الأمنية. بين مرحب ومشكك، اتساع الجدل في العراق على خلفية دمج الحشد الشعبي بالجيش، هل ينفع تطعيم الجيوش بالميليشيات؟ والجيش اللبناني يتجاهل نداءات منظمات دولية ويواصل هدم الخيم الإسمنتية للاجئين السوريين في إرسال. أحد عشر عميداً ترفعوا إلى رتبة لواء في جيش النظام ضمن حركة تغييرات وتنقلات عسكرية شملت الصفوف الأولى في الفرق الأساسية المقاتلة وكذلك في القوات الخاصة وكذلك في قادة القطاعات جنوب سوريا. تباينت الآراء حول حقيقة التغييرات، منها من قال إنها تغييرات دورية سنوية، منها من قال إنها جاءت بطلب روسي مباشر لتفكيك الخلايا الإيرانية الصلبة داخلها. على كل حال، جيش النظام مهما شملته التغييرات فقد لازم المراتب الأخيرة على قوائم الشفافية الدولية لأكثر الجيوش فسادا في العالم. سبق لروسيا أن ضغطت باتجاه إعادة هيكلة في قيادة التشكيلات العسكرية التابعة لقوات النظام وكذلك ميليشياته المسلحة، شملت قادة من الصف الأول والثاني وكذلك قادة في العمليات الميدانية. تنقل صحيفة المدن عن مصادر خاصة أن روسيا ألزمت النظام بإنشاء قسمين في سجني صيدنايا وعذرة، قسم لحبس ضباط بعينهم لدى النظام، اتهمتهم بالتخابر والعمالة دون أن تحدد الجهة التي تعاملوا معها. We'll be right back.
الجيش أو السياسة؟ كان واضحاً عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي عندما أصدر مرسوماً يقضي بتنظيم عمل ميليشيا الحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية. السؤال، هل ينفع تطعيم الجيوش بالميليشيات؟ حسناً، لا مانع من حل الحشد الشعبي، يقول صحفي عراقي متسائلاً، لكن ماذا عن الماضي؟ ماذا عن تورط هذا الحشد بجميع جرائم الإبادة في مناطق بعينها؟ على كل حال يأمر المرسوم بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش ويلزم جميع ميليشيات الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري في مهلة أقصاها نهاية تموز الجاري. هذا القرار طبعا أثار لغط وعدم تصديق من شرائح واسعة من المجتمع العراقي والأوساط الصحفية طبعا والسياسية العربية. عموما الحديث أكثر حول هذا الأمر معي من إسطنبول الصحفي العراقي عمر الجنابي. عمر، مساء الخير. ما سر التوقيت اليوم والحشد مقونا منذ 2016؟ لماذا اليوم؟ نعم، حياك الله أخي معاذ وجمهور تلفزيون سوريا الكرام. طبعا هذا القرار جاء بعد الضغط الأمريكي، خصوصا بعد ما كشفت تقارير أمريكية وجود مجاميع عراقية تقوم بقصف دول الجوار مثل السعودية، المنشآت النفطية في السعودية، ومخططات أخرى لضرب القوات الأمريكية، وحصل ذلك في عدة قواعد تتواجد فيها القوات الأمريكية مثل قاعدة التاجي وقاعدة بلد وكذلك قاعدة عين الأسد التي زارها ترامب. نعم، كل ذلك أدى إلى وجود ضغط أمريكي، ويعني هناك اتصالات مباشرة من قبل الخارجية الأمريكية وحتى الدفاع الأمريكية للضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات. هذه القرارات جاءت يعني عكس المتوقع بالنسبة لي كمتابع وبالنسبة لمعظم المتابعين. ما الذي كنت تتوقعه؟ كانت هناك يعني تأويلات أو تعويل على الضغط الأمريكي باتجاه أنه يتم تقنين الحشد وانتهاء صلاحيته باعتبار أنه داعش انتهى وكذلك انتهت المعركة العسكرية، ويفترض التركيز على تقوية وزارتي الدفاع والداخلية
لكن ما حصل هو عكس ذلك تماما. طيب الجماعة في الحشد يرحبون بهذا القرار عمر، يعني ما السبب؟ بلا شك، يعني هذا القرار جاء يعني عبر مراحل بالنسبة لهم. هناك إجراءات اتخذت منذ تأسيس الحشد، منذ يعني استغلال فتوى المرجعية، أكبر مرجعية شيعية في النجف علي السيستاني، تم استغلال هذه الفتوى من قبل جهات مرتبطة بإيران، وتم الاستيلاء على عدة قطاعات عسكرية، وصارت القيادة معروفة يعني بقيادة أبو مهدي المهندس وهادي العامري الذين يرتبطون مباشرة بإيران. ما حصل يعني هناك جيش رديف يتم تأسيسه، جيش عقائدي، جيش مرتبط مباشرة بولاية الفقيه. معظم الفصائل الموجودة حاليا في الحشد الشعبي، إذا ما استثنينا الكتائب المرتبطة بالنجف وهي كتاب العباس القتالية وبعض الفصائل الصغيرة، هذه مرتبطة بالنجف، أما بقية الفصائل هي مرتبطة عقائديا بالولي الفقيه. هناك في الفقه الشيعي موجود. طيب عمر جنابي، سوف أعود لك هذه بخصوص تفصيليات مرجعيات الحشد. البعض يقول أكثر من مرجعية، ليس فقط السيستاني. الآن اشرح لي يعني ما هو التصور، كيف سيندمج هؤلاء في الجيش؟ يعني هذا المعمم مثلا هل سيصبح مثلا عميد ركن؟ هل سينزع عمته؟ كيف هذه التفصيلات؟ نعم، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضح اليوم طريقة دمج هؤلاء، قال أن هناك ضباط في الحشد فقط من سيتم دمجهم بوزارة الدفاع والداخلية، لكن هذا ينافي قرار الأول. أولا، لا يوجد ضباط خارج وزارتي الدفاع والداخلية. الضابط عادة يرتبط بوزارتي الدفاع والداخلية، وهذا ما اعتدنا عليه. فلماذا يرتبط؟ إلا إذا كان يقصد بالضباط التابعين لقوات بدر والقوات الأخرى الذين جاءوا مع الفصائل المسلحة. هؤلاء مدموج قسم منهم أصلا في الداخلية والجيش منذ فترات، يعني منذ فترات زمنية كبيرة، أليس كذلك؟ يعني حتى قوات الشرطة الاتحادية هي معظمها من فيلق بدر، وهذه القوات هي ليست قوات رسمية، لم يدخل أفراد هذه القوات في الكلية العسكرية العراقية. عموما هناك يعني التفاف على المطالب الأمريكية وحتى مطالب الدول الإقليمية. طيب هل يعقل واشنطن غافلة؟ إذا أتى مايك بومبيو وهددهم في قبل شهرين يعني للجماعة في بغداد، نعم، أن التزموا الأدب، هكذا قيل يعني فيما معناه، بمسألة الحشد، اليوم يدمجونهم في الجيش؟ يعني هو ما حصل يعني أشبه لحضرتك. ما حصل جيش المهدي مثلا التابع لمقتدى الصدر، تم تغيير اسمه إلى سرايا السلام، وبقي جيش المهدي في مكانه وفي مقراته. ما يحصل اليوم هو تغيير اسم هيئة الحشد الشعبي إلى قوة عسكرية، لكن تبقى مرتبطة بقيادة الحشد الشعبي وارتباطها أيضا بالقائد العام للقوات المسلحة، أي كما كان عليه الوضع سابقا. لكن ما سيحصل أن هناك امتيازات، هناك رتب عسكرية ستمنح، هناك تنظيم جديد، هناك هيكلة جديدة، هناك تنظيم لهذا الجيش العقائدي. هل نحن أمام حرس ثوري جديد الآن؟ نعم، انتهى الموقف؟ نعم، هذا ما أكدته يوم أمس كتلة بدر النيابية، قالت أن لن يكون هناك أي مساس بعقائدية الحشد. وكذلك اليوم أكدته لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي، قالت اللجنة أنه لن يمس الحشد من ناحية العقائدية، وسيبقى بعقائديته، وسيبقى مرتبط بمرجعية النجف كما قيل. ولكن نحن نعرف أنه حتى معظم الحشد لا يرتبط بمرجعية النجف. طيب في مسألة المرجعيات وأعداد الأعداد يعني التقريبية، هل صحيح أن هناك أكثر من مرجعية؟ نتحدث عن مرجعيات إيرانية ومرجعية السيستاني العراقية؟ نعم، هو بلا شك هناك في الفقه لدى الأخوة الشيعة هناك مرجعيتين، هي مرجعية النجف وكذلك مرجعية الولي الفقيه في قم. معظم الفصائل المسلحة في العراق يعني بما فيها أصابع الحاق، حتى الكتابة التابعة لمقتدى الصدر، بدر، معظم هذه القوات، حزب الله، كل هؤلاء يتبعون إلى ولاية الفقيه. هذا فقه، يعني فقهيا هم يتبعون لهذه الجهة. بالتالي عندما تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هؤلاء سيبقون مرتبطين بعقائديتهم، سيبقى هذا الجيش عقائدي، بمعنى أن هؤلاء سيبقون بذات الفكر التابع لجهة ما. لا يعني تم تأسيس جيش رديف مشابه
تماما للحرس الثوري، استنساخ لفكرة الحرس الثوري استنساخها في العراق. وهذا يعني حتى الحديث في هذا السياق، في السياق العقائدية، هذا يتنافى مع يعني طبيعة المجتمع العراقي. طيب، وتركيبة طيب المجتمع العراقي. الحديث الآن يقول أنه حتى تسليحا الحشد أقوى من الجيش العراقي، تم إضعاف الجيش العراقي لصالح تقوية الحشد، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني ما يثبت ذلك هو تأخير تسليم حقيبتي الدفاع والداخلية لوزيرين مستقلين. يعني حتى قبل أسبوع تم اختيار وزيري الدفاع والداخلية، بالتالي هذا يؤكد أن هناك مساعي حقيقية، وحتى حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية يتم تسليمها لجهات قريبة من الحشد أو جهات قيادية في الحشد، يعني مثل بدر، مثل فصائل أخرى. ويعني حتى على مستوى وكلاء في وزارة الداخلية، على مستوى وكلاء في وزارة الدفاع، على مستوى قيادة كاملة يتم تسليم، يعني بالمناصفة. يعني اليوم يعني هناك واقع حال. بين من ومن المناصفة؟ هناك واقع حال، هناك تحالفات أسست. طبعا تدخلت بصورة مباشرة إيران. هناك يعني تحالف البناء مثل ما يعرف الجميع تم تشكيله بوصاية من مجتبى خامنئي وكذلك إرج مسجدي وقاسم سليماني في اجتماع في بغداد، تم التوصية بتشكيل تحالف البناء، وتحالف البناء عصبته الفتح ودولة القانون. الفتح بقيادة هادي العامري اللي هم فصائل الحشد دخلوا بالعملية السياسية، وكذلك دولة القانون اللي هي الدولة العميقة نور المالكي. جميل، وهذا يفتح السؤال طبعا عن ماذا عن حصة المكونات الأخرى في المجتمع العراقي، هذا سأتي عليه لاحقا في هذه المقابلة عمر الجنابي. الآن موقف مقتدى الصدر، البيان الذي نزل عبر صفحته على تويتر، ماذا يقصد؟ أنه يريد صح سرايا السلام وفك الارتباط والانفكاك، لكن يشجع على بقائهم في مكانهم، يعني أين؟ في المرقدين في سامراء؟ هذا ما قصدته، فقط سيتم تغيير المسميات. مقتدى الصدر حصته سامراء وسيبقى في سامراء، هناك تغيير ديموغرافي يحصل في محيط سامراء، وهناك أمور عدة تحصل في سامراء. سرايا السلام تتدخل حتى في موضوع البلدية لا تستطيع أن توزع قطعة أرض واحدة إذا لم تحصل عليها موافقة من سرايا السلام، بالتالي هم يديرون هذه المنطقة، وكذلك يمنعون البيع والشراء ويمنعون التمليك ويمنعون. وبعد هذا القرار يعني سوف تبقى سامراء من حصة مقتدى الصدر وسرايا السلام؟ بالتأكيد، هناك تقسيم حقيقي، هناك أخي معاذ، هناك طريق أنا أسميته طريق الكاشان. هذا طريق الكاشان أشبه بطريق الحرير. طريق الكاشان يمر من ديالى إلى صلاح الدين حتى نينوى. هذا الطريق يربط إيران بسوريا عن طريق العراق. هذه المحافظات كلها كانت إيران لا تستطيع دخولها قبل دخول داعش. بعد دخول داعش، بعد هذه المتغيرات الكثيرة التي حصلت، نعم، وبعد إخضاع الحكومات المحلية وسيطرة الحشد وجهات مرتبطة بإيران على هذه المناطق، أصبح مرور المعدات ومرور البضاع ومرور أمور أخرى، وهناك سكك حديد سيتم مدها من إيران. وأعلن عن هذا الأمر. نعم. طيب عمر الجنابي، الآن الموقف، المكونات الأخرى، يعني المحافظات الغربية أين من هذا الذي يحدث اليوم في العراق؟ واليوم أنت تعلم يعني أمام نحن على وشك تهجير 250,000 من بقانون الاستثمار هذا حول مطار بغداد، أضف إلى ذلك طبعا المهجرون سلفا والناس في الصحاري ويمنع عودة النازحين، ويؤتى الآن ليسن هذا القانون بمصلحة الحشد. المكونات الأخرى في العراق، المحافظات الغربية، أين هم من كل هذه المعمعة؟ يعني مثل ما نعرف الانتخابات الأخيرة جرت تحت وصاية إيران وتحت وصاية الجهات المنتصرة على داعش، بالتالي جاءت يعني وجوه سنية ضعيفة جدا، والأخوة الكرد كذلك هم في محافظاتهم وإقليمهم يعني حصتهم ثابتة. طيب، لكن ما حصل للسنة أن وزارة الدفاع منحت لشخصية قيل أنها شيعية، حتى هذه يعني خسرها العرب السنة. نعم، وحتى وزارة الدفاع، عفوا، وزارة التربية التي يفترض أن هناك جهات في تحالف البناء تحصل عليها، تم رفض المرشح الثالث لهذه الوزارة. طيب ما المتاح عمر؟ الوقت يداهمنا، ما المتاح؟ ما الخيارات الآن المتاحة أمام أهل المحافظات الغربية، أمام العرب السنة؟ يعني ما المتاح أمامهم؟ يعني هو الخيار الوحيد الآن هو تدخل دولي وإقليمي والإتيان بقوات كأنه أشبه بقوات حفظ السلام، قوات إقليمية، قوات عربية تتدخل في هذه المناطق وتعيد أولاً أهلها النازحين هناك بحسب هيومن رايتس ووش،
هناك قرابة 2 مليون نازح منعوا من العودة. عمر الجنابي تقول قوات عربية إذا كان اقتحموا الجماعة في سفارة البحرينية في بغداد ولم يصدر أي بيان أي شجب لا من السعودية ولا من الإمارات ولا من البحرين، وقيل أنه واشنطن لفلفت القصة. ما هو هذا لا يوجد حل آخر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة حتى الآن، وكذلك العرب ودول الإقليم غير جادين في هذا الأمر، وهناك حملة إبادة تشن تجاه السنة وتغيير ديموغرافي لأراضيهم لممتلكاتهم، وحتى هناك مليون مغيب بحسب هيومن رايتس ووتش، ومنظمة قريبة من الحكومة تقول 1 مليون مغيب خلال 4 سنوات لا نعرف مصيرهم، وهناك 2 مليون نازح، وهناك تغيير ديموغرافي، وهناك سلب للأراضي والممتلكات. ثم ماذا بعد كل هذا ب20 ثانية؟ ثم ماذا؟ ثم سيصبح كما أشيع في مؤتمر لندن 2002 أن السنة أقلية في العراق ويعاملون معاملة أقلية، وهذه المحافظات سيغير نسيجها. عمر الجنابي الكاتب الصحفي كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. واصل الجيش اللبناني تدمير الخيم الإسمنتية للاجئين السوريين في منطقة عرسال تنفيذا لقرار أصدره الجيش نهاية الشهر الفات بذريعة تشكيل الخيام لأخطار أمنية على لبنان وفقا لمزاعم الحكومة. 3 منظمات دولية استهجنت وقالت أن مناظر الجيش اللبناني أثناء اجتياحهم لخيام اللاجئين كان مؤلما للغاية، خاصة أنهم أجبروا السوريين على هدم خيامهم بأنفسهم ثم تركوا الأهالي بالعراء. نسخة إلى معالي الوزير جبران باسيل، نسخة إلى الوزير باسيل بخطاب العنصرية والتحريض أثمر، ونسخة كذلك إلى رئيسه في العمل الشيخ سعد الحريري رئيس الوزراء تقول الصمت في حرم الانتهاكات قبول. مع ما يحدث في مخيمات لبنان نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم طبعا، والبعض يقول الخطوة القادمة ربما كذلك يدمج حزب الله في الجيش اللبناني والدمج على قدم وساق في سوريا كالنسخة العراقية، هو حرس ثوري في بغداد وفي دمشق وفي بيروت. وصلنا إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم، في أمان الله. عن يمينهم عنصرية وعن يسارهم اتهامات بإخلال الأمن العام، ومن أمامهم مناطق سيطرة نظام الأسد، أما خلفهم تل متوسط، وكأنهم وسط جزيرة لا فكاك من أوجاعها ونوائبها، يقبع اللاجئون السوريون في لبنان على وقع جو سياسي عام بلغ ذروة نشوته، انتزاع قرار لتدمير خيام اللاجئين الإسمنتية في عرسال لأنها تشكل خطراً أمنياً وفق مزاعم الجيش اللبناني. ما بجوز هالحكي هذا بنوب، ولا بجوز في الدين ولا بالقرآن ولا بالإنجيل ولا بأي دين من الأديان. في اليوم الثالث لبدء تنفيذ قرار الهدم غابت الإحصائيات الدقيقة لعدد الخيام التي تم تدميرها بواسطة آليات الجيش لعدم تمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى تلك المنطقة، بينما حضر مراقبون دوليون عن 3 منظمات عالمية على الأقل معنية بالحقوق والحريات ومن بينها أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين وإنقاذ الطفولة، فقالوا في بيان مشترك إن منظر الجيش اللبناني وهو يجتاح خيام النساء والأطفال مؤلم للغاية، خصوصاً بعد تجريفها وترك أهلها في العراء فريسة للجوع والمرض وانعدام المساعدات الإنسانية وعدم وجود البدائل للسكن. لم يترك الجيش اللبناني اللاجئين عند هذه النقطة، فقد أجبر السوريين على هدم خيامهم الإسمنتية بأنفسهم، ولم يستثني من ذلك العمل القسري مسناً أو عاجزاً أو طفلاً أو امرأة، فطالبت المنظمات 3 في بيانها الشهير الحكومة اللبنانية بالالتزام بتعهداتها في مؤتمر بروكسل الذي حصلت بيروت بموجبه على دعم مالي لقاء استضافة اللاجئين السوريين بكرامة.
هل كانت الاستضافة بكرامة فعلا؟ هل يفترض مساءلة لبنان بسياسيه وعسكريه عن التحريض وتسليم سوريين منشقين للأسد كما قالت هيومن رايتس ووتش؟ أم أن المساءلة يجب أن تشمل الصامتين أيضا عن الانتهاكات؟